بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال روجي قرد قدر قران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمجين قال وصيته بيغنبري عليه الصلاة والسلام بو أبو ذري وصيته بيغنبري عليه الصلاة والسلام ما بيان كر يعولي كو علاقته مروي قال خده اتق الله حيث ما كنت وصيته دوية علاقته مروي قال نفسه مروي علاقته مروي قال دور برد خويت أفركاد قال جين يبيغنبر بيان كت عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن يعني بما بيانت بيدوتش ليرة إيك أسلوب بيغنبري عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن نقول أخلاقته سربرته قال بس بصلمانه نا للناس وخالق الناس أخلاقته تعاملته قال دوره برته بلا يتوظبن ليرش نفس وقت دمو بيانت بيتكو دين نبس معاملته قال خده معاملته نفس وقت دو قال بنيه قال خلكي ربطك بيغنبر مو بيونت كت عليه الصلاة والسلام كو أف دينا ربط النبس نفيجو روجي نا وإنما تعاملتا كما دوتش تتهين مخابن أغلب ما جانب عولي تقرن عبادات شعائرية ما يتهين نفيجا روجيا قراءة قرآنية ذكرى عبادات الدي تعاملي ما يتهين مخابن أغلب ما أغلب بصلمان عبادات التعاملي صفرا حيف مخابن حيف مخابن عبادات الدي راسو درس هزرت كت خلاص أو كرهنده وكي دي غشب كات وكي دي حوشو حيلوب كات وكي دي حوشو خلافي بيجيت وكي دي مخابن إلا يكيمك نبن برهند اللي رب يغنبر عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن أخلاقته سرو بريته كو الدين مش في شكلي بيهوتي هكا بين سحكين يعني حتى عبادتت ما مثلا نفيجي ربطك هي نفس وقت رب العالمين ما بحثت وقت بحثي نفجت كات أن روجي أن حجي أن زكاة ربطك مباشرة دي في أخلاقيات آية نفجي رب العالمين كت بيجيت وقت بحثي نفجت كات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نفجت درست بكي نهي تدكات الخراب يفحشاء ومنكر ربط مباشرة قال تعامل أخلاقيات وقت بحثي حجت كات رب العالمين بيش الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج أخلاقيات رب العالمين وقت بحثي روجيت كات روجي الصوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم كت بيجيت رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش بيغمبر بيانت كات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بيغنبر بيانت كات بيشتاك أو روجيوتا أو تيني وبرسيوتا والتنكت تدير بيخيت أو خفنت كريت أنسر وبرتا توزبكت بزونا مراجع خبك أبدا زكوتي رب العالمين شد بيجيت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بخاطر هندي بوكش بالنفسيات توان بخل وشح وفلان إذا ربطة هكا بين سحكي إن الدين ما ربطة نوفبرا كيدو عبادات شعائري عبادات التعاملي ربط أبدا نبي شنبي ودو شنبي وروجي من بسر وبرمن من أن حوشا اسلوب من كريت أن أخلاقيات من بل هندي رب العالمين شو وقت بحسي أهلي فردوس يتكت الفردوس كو جيوه همو برزو بالانترا كو يبيغنبر دائما نشامات داد بجد إذا سألتم الله الجنة أن فاسألوه الفردوس الأعلى بيغنبر بيشتها كتو بسيارة خديبك يتباتها بحاجته بسيارة فردوس بك أعلى الجنان وسقفها بيغنبر بيانتكت عليه الصلاة والسلام وسقفها عرش الرحمن سبحان الله رب العالمين كتناصيب ما رب العالمين وقت بحسي الصفات وان كسوت كت أبي تشنا ويري تشد بيجيت رب العالمين سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نبيش دي في مباشرة أخلاقيات ديت والذين هم عن اللغو معرضون مباشرة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ربط نوبر عبادات نفيج وروجي فلان وربط قال مباشرة قال أخلاقيات قال سارو برما برهندش بين سحكينا دعوته بيغنبري أصلا دعوته بيغنبري شد بيجد بيغنبر عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بيغنبر بيشت أسود ما فريكرم أخلاقيات هبون بس هيش بيدفت هيش تو بيدفت لأتمم مكارم الأخلاق تمام بكمون أخلاقياته أخلاقيش أخلاق وقت أن بيجين أخلاق أنصروا بريتا يك أولي قل دي بوبتا
اخلاقيته قال دي بابته سر بريته قال دي بابته قال دايكته نوك عندك بين مخابن دايك مطبخ شول كتو فلان او شو تشابو من خاتين سر موبايل وانترنت وان شولد بشول هندكو ام نبجن هما ان حتى عبادتي حتى عبادات سنت بيت تبي تبلي بي غخب ديوان او فرصه او فرزه اذا تعامل اخلاقيات وخدم بيجن تعاملته قال دي بابته تعاملته قال جيرانته تعاملته قال جنكوته تعامل قال ظلامي تعاملته المعمل ده تعاملته العياده ده تعاملته الشركه ده تعاملته حتى الريفاتشون ده سياقته تيو سياره افركان ببينين كو فعلا شعار سياقته تيا ذوق فن وذوق واخلاق اخلاق ده بره خده هندكو احتمال ان يشكر فلان بس حكى سياقته ان سياقته هندكو مخابن في ظروف ايضا مجين في ظروف نخوش ده رب العالمين ما خوش كات وبهوري كور بالتوفيق يبدات اي تقدر رب العالمين لي تقدر دبر خد استهتار يعني مخابن بوش داي بوبت الكري بدل بيت زلها كي اللي بدات دعم كري فلان كرم اخو عاد سنكه بس ويش سياره كودي مالها وانطيا هكا بحلولي هود بو نهد بودي مستحيله بر هندي اخلاقيات اخلاق يفر افيه في شكلي أخلاقة مروي يعني دين مخابن هندك تدقان دين مباشرة مزقفت بخاطر هند بني نكاش ما قدي تو معلوماته خوشحن كي ومعلوماته والقري بس واكي دي ديني تطبيق كي المولى خدا عيادة خدا الشركة خدا المعرضة خدا التجارة خدا الدكانة خدا الشارعي ده وقت التريبات شي قال جيرانته برهندي هم بيانت كين ودبيجين جارك ودي دراوستين كو وقت ايك المستشرق وشد بيجيت كبرايك المستشرق ني بسلمان شد بيجيت وقت باري خود كتسارو باري ما بسلمانا بيشتا كان قد فين قالي بسلمانا وبزفرنا بسروي عزتي سروي سر كفتني اوت اجدادة نقو سر بزفرنا في عزتي وسر كفتني بزفرنا في سروان اخلاق اوت او سروان فعلا والله قالي روجي قرد قادر قران نوكا دروستين قال هندك حديثه فرمودت بيغمبري عليه الصلاة والسلام بما بيانتك مروف بأخلاق درجوي چندو برزو بلندا أخلاق تدقينتا كي درجة وفضلتا وقدر قيمتا دف رب العالمين چندا ايكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيت أكمل المؤمنين إيمانا وقت إيمانتا تمام بدليل هندي أحسنهم أخلاقا سبحان الله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون أخلاقيات حش خلقيتك تخلق حاجاتك نزيك خلقيه سرو بروي تعاملوي دو بيغمبر بيانتك عليه الصلاة والسلام تدفيت نزيك بيغمبري بي تدفيت بيغمبر بتشفعات بكات ودرجته ومستويته بقطة في بيغمبري وخبده حديثه بيغمبري هرب أخلاقه بيغمبر بيانتك عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة يهمون نزيك ترمنزلته ومجلسه ومجلسه ودف من أحاسنكم أخلاقا بيغمبر بيانتك عليه الصلاة والسلام حديث سي بيغمبر بيشت أنا زعيم ببيت أنا زعيم ببيت بيغمبر بيش أس كفولات وأس زعيم كو أس ضمان كم قصرك الدرجة همو برزو بلنتر بحشت دو لمن حسن خلقه خدان أخلاق تروشت الطازة بيغمبر بيانتك عليه الصلاة والسلام ميزان ترازي رجاء قيامات وقتتين أو چي ترازي قرونتك قلك يا رسول الله پیغمبر بیجید تدوید ترازیاتا یا حسناتا یا خیر و خیراتا گرام ببیت بخیر و خیراتا بیجید خدان اخلاق با اثقل ما یکون فی میزان العبد یوم القیامة اثقل ما من شیئن اثقل فی میزان العبد من حسن الخلق تد اخلاق تا پیغمبر بیاند کد علیه الصلاة والسلام وقت بسیار پیغمبری کبری اکتید بشتی یا رسول الله او چتشتا بترخرا او شو المروید بگینتا بحشتی و راضی بینا خوده پیغمبر بشته تقوى الله وحسن الخلق نبس تقوى خوده تقوى الله وحسن الخلق بر هنده هكا بین صح کینه وقت رب العالمین مدحت پیغمبری دکت علیه الصلاة والسلام وقت رب العالمین مدحت پیغمبری مدکت چی صفت مدحت وی دکت وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان الله تخدون اخلاقت برزو بلندی يا محمد سبحان الله فعلا بل هندش ام جارك ولي بجنبه كو او علميش و او ظانين اخلاق قال دونا بن صفره
أو عبادات أو طاعة أخلاق قال دنا بن صفرة بن هندش بيغمبر شد بيشت عليه الصلاة والسلام وقت اكتد در كيم قد قتيت وطلبه دخوزه يعني بحلولي كتشون قد كات تيت كتشون قد خوزيت بيغمبر شد بيشت عليه الصلاة والسلام بيشت برخب دادو تشتا أو چنا يا رسول الله نبيشت بس إيمان نا إذا جاءكم من ترضون دينه بيغمبر بيشت دين هبيت وخلقه أخلاقها بن فزوجوه سبحان الله يعني هندك دي بجن سيدة والله أم بين النفيش تكرن وفلان نا بيغمبر تجانب دي بير كرابا بيغمبر بيشت إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أخلاق قال دابن والنفس واخده دي برخو دي النفيش نكرة دينية أخلاق تين اشتاد والله ما شاء الله أخلاق وفلان إيه بس دينية إذا أفدو تشتاق قلك تفرن أفدو صفتك قلك تفرن كم رف ببيش كفيت قدر جمروي برزو بدن ببيت دنيا وقيامت دا كو قدرك مروي هبي دف خلقي ودف رب العالمين حسن الخلق برهند بيغمبر في هندد بيجيت نصيحته وشيرات وقت بيشتا أبو ذري يوسي نصيحت بما نفسه وخدا بوي خاصة بما عامة وخالق الناس بخلق حسن أخلاق التبليغ التوظم قال دوره برتا أسلوبته كو أو كلماش بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشت أو أخفنا خوشش تدكي صدقش دبوتي تنبيسين سبحان الله سرهندي تدينك عظيمة تدينك عظيمة يعني نبس عبادته صدقة دبوتي تنبيسين نفيش وفلان نا حتى أخفنوتي وخيري صدقة دبوتي تنبيسين الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة إذا ما تفيد دائما خاصة مرفي بسلمان بتقود يروني عكس كتابة أفد دين منه نفيش كرم روجيات كرم خدان أخلاقم اسلوب تعامل من تعاملت من يتبرزوا بلندو جوان دعوت كان رب العالمين فن أخلاقيات وكتر رزقنا هتوصل وياك أخذ حسكت إن شاء الله قال وصيتك ودي يا غنبري عليه الصلاة والسلام بمن بخير خوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.